مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. انتقدت المؤثرة نهلة تيفي شراء العريس نجمة في سماء بمبلغ 70 مليون سنتيم جزائري لزوجته نهلة، وبالدليل اشترت نجمة لصديقتها بمبلغ يقارب 7000 دينار جزائري فقط. ما تراطوش تفاصيل هذه السعة الأنيقة في آخر المقطع. إخ الانستغرام ما غفلت عليه، دخلت لقيته مقلب بالنجمة في السماء، بالله غير دير 700 ألف ولا 800 ألف، هذا ما كان ما نال حد لي عليه يعني، وعلاه كون جيتي سقسيتيني وعلاش تنوضي في الشعب مسكين. 700 ألف ولا 800 ألف ماشي حاجة زعما، ما فهمت بصح راجلي شرا لي نجمة باسمي اي ابخي، ومن بعد خلوا العروسة تفرح مسكينة، كواكو نورمال. من بعد نجمة بس نجمة بيعوا الأراضي ولحقوا يبيعوا في النجوم في السماء يفرقوا فيهم، استغفر الله يا ربي، لا حول ولا قوة إلا بالله. كارت بانكار هي هنا، راني حنشري نجمة، عايزو تشوفو كيف ساهلة مال. باي ستار أونلاين أند جيت ستار سيرتيفيكيت، وي يس نيم ستار، أوكي أوردر ناو. بون نبداو، خيرت هذه سيرتيفيكا نيم اوف ستار بوم، وحاش نشريها لنفسي ولكن نشروها لصديقتي العزيزه لينا كلاسيكر. سايتو في 17 نوفمبر 1997. سكوربيو، سكوربيو صديقتي، اد تو كارت. سي بون. نو هكذا اوكي نبداو الدفع. حطيت الايميل تاعي، مي راني حنحط الايميل تاع صديقتي ديريكت باش توصلها ديريكت السيرتيفيكا بلي راهي عندها نجمة. واش فوالا، راني حطيت معلومات تاع صديقتي، بسنا معلوماتي البنكية. سي بون نورمالمون توتي اوكي. هيا جاري عملية الدفع يا جماعة. سي بون راه وصلني الميساج تاع الدفع، 75 أورو نقامت هاد النجمة. برا صحبتي، لحقتني النجمة تاعي، ثانك يو سو ماتش. هي هانا شرينا نجمة في اقل من ربع ساعة. بصح السؤال اللي راني نطرح فيه لنفسي، اسكو العريس كذب عليها قال لها اوليو 70 اورو 70 مليون تحمس، او ما 700 اورو صاحبي 70 مليون بعدا، ولا هما في زوج كذبوا علينا، كان خلاوها غير بيناتهم في الصاله وبقات الدهشه خير من دخول الشعب الجزائري. وعلى بالهم بلي الشعب الجزائري عنده الفياقه بالفطره، الشعب فاطن بسم الله ما شاء الله علينا وربي يبارك لنا نموت على لي زالجيريان. لو كان سقسوني انا نقول لهم بلي الشعب الجزائري ما يتكوفش، فهاد نخطو على الشعب الجزائري ابدا. جبنا لكم ساعة كلاس فيها قلادتين تهبل خيال للجيجا والسمينة، وبسعر مغري تتشوكي في البري، ومعها مفاجأة خصيصا لكم ميباستيز لطلب عبر الانستغرام الظاهر أسفله بيست برودكتس. عرض إعلاناتكم على باخة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.